هلا بالمتابعين، جبت لكم فكرة كيف تصنع البامبا صغيرة أو مدفع صغير، لأن قواطم السبراء ما السم تفتح من فوق ومن جوا تكون مفتوحات. تلبسهن وتتيبهن، بعد ما تيبناهن نرجع للبس الثانية. نجي إذا ما رحمت نقصها بالمقص حتى تيجي عدلة. إمنانة بعد ما قصيناها نجي نلبس اللاستيكة، نضبها حيل، نشدها بسيم بتيب، المهم نضبطها. جبنا لكم السيم، نضبها حتى ما تفلت، نرجع نلف التيب عليها. بعد ما لفينا التيب عليها صارت توب حتى ما تفلت. نروح للبطل، البطل نقصه من الطبق، ما نقصه من النص. ايه، بعد ما قصيناه نجي ناخذ القبق، بعد ما قصيناها نرجع نلبس البطل في القوطية. اكثر يعانون المتابعين شلون تلبس البطل في القوطية، او شلون نقص شوية من البطل وتضبطها قوي. تجي يعني صحيح عاجة، بس المهم تضبطها، ترجع شتها بسيم او بتيب ماكو اي اشكال، المهم تضبطها. بعد ما ضبطناها يا شباب نروح للقبق، نخلي جداحة نانة، نفسخ الجداحة ونرجع لكم. ذني ما يفيدنا، ناخذ بس اللي تجدح هاي، اي فيدنا، نخليها ويا القبق. نزرف القبق على قد الجداحة وعلى قد الواير، نرجع الواير يكون طلع السيم البي، اي سيم البي. شوف ها ها، نجي نقعد الواير بالقبق، قعدناها شوف صار غريبة شوية، بعدها نوبات أكثرية المتابعين صار مشكلة عندهم، هاي كون صار جدحة شان مثل خط طويل بالجدحة. اوكي، نجي نلصقها باللاصق، بعد ما لزقناها تلزيق كون توب حتى الهواء ما يطلع، بس اهم شيء الجدح يصير زين. وياكم شوفوا هيجي تجربة حلوة يا شباب. عندنا هنا العطر القزاز، القزاز احنا ما نستخدمه، لان القزاز اول شيء مي، من تبخ مي ما بي يعني شلون يعني هواء وبخ قوية، لا ما يصير بيه كله مي. عندنا بعد السبراء او القوطية هاي بيها هواء، فهاي تساعدنا وهاي ما ساعدنا، هاي اهم شيء. السبراء اول شيء ماكو اي اشكال. يا شباب جهزناها ورتبناها، نجي نجربها. هاي البامبا الكبيرة الأصيلة. هنا نجي نلبسها للقوطية حتى تشتغل عندنا البامبا، يعني
شوفوا لبسناه هذي جونها حتى يغزن الريحة تغزن ومن تجدح ساعة تفتح وياك. راح نجي وياكم هسه نجربها. شباب اول ما تفتحونها تسوون ترشون تنترس تسوي له هيجي بعدين تشوفون هذا شويه بعيد حتى يطلع شراره خلوه هيجي زمو امنا وهاي هيجي اوكي سلام. لازم نسلّيك والاشتراك بالقناة وانتظرونا مقاطع جديدة إن شاء الله.